بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا أخواني أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الكرام، باسمي واسمكم نرحب بمعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، أهلا به في مجلس الشورى. وأول ما نبدأ به أعمال الجلسة دعوة سعادة الشيخ الأمين العام لإعلان النصاب القانوني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صبحكم الله بالخير أصحاب السعادة جميعا، ويسرني أن أعلن اكتمال النصاب القانوني لهذه الجلسة، فعلى بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. الأخوة وأصحاب السعادة أعضاء المجلس المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بعون الله وتوفيقه يسرني أن أعلن افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة، ويسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب، شاكرا لكم تلبية الدعوة، متمنيا لجلستنا هذه كل التوفيق والنجاح. وباسمي واسمكم جميعا يطيب لي أن أرحب بمعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد الموقر، الذي يشرفنا في جلسة اليوم لتقديم بيان وزارة الاقتصاد الذي يأتي ضمن برامج البيانات الوزارية خلال دور الانعقاد السنوي الحالي. أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الكرام، لقد أولى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه جل عنايته الكريمة لدعم مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد بمختلف جوانبها التنموية الهادفة إلى تعزيز وتمكين أداء الاقتصاد الوطني بما يحقق التنمية المستدامة وما يكفل الاستقرار المنشود لكافة القطاعات. كما لا يفوتني أن أرحب باسمكم جميعا بعودة سعادة الأخ حسن بن سعيد كشوب لحضور جلسات المجلس بعد أن من الله تعالى عليه بالشفاء أثر العارض الصحي الذي ألم بسعادته، سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظ جميع من على هذه الأرض الطيبة من كل مكروه، إنه سميع مجيب الدعاء. وباسمي واسمكم ندعو الله سبحانه وتعالى كذلك أن يشفي ويعافي أخونا سعادة الأخ عبد الله المشور من العارض الصحي الذي ألم به مؤخرا، سائلا المولى جلت قدرته أن يشافيه ويعافيه. ختاما لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على حسن الاستماع، سائلين الله سبحانه وتعالى أن تكلل أعمالنا بالتوفيق والسداد، مجددا الترحيب بمعالي الوزير ونشكره على تلبية الدعوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الوزير، لا تفضل، الله يخليك.